فينيسيوس جونيور والسعودية، الملف الجديد الذي يشغل الوسط الرياضي السعودي والعالمي في ظل الأنباء عن وجود مفاوضات قوية مع نجم ريال مدريد الأسباني الأهلي تحديدا. هو من يريد استقطاب النجم البرازيلي لصفوفه، والسعودية تعول عليه ليكون سفيرا لها في كأس العالم 2034 الذي تستضيفه على أرضها رفقة كوكبة من النجوم الموجودة حاليا. صحيفة جلبو البرازيلية كشفت عن أن السعودية قدمت عرضا للاعب وصل لمليار يورو كرواتب وحوافز لمدة 5 سنوات، لكن صحيفة إس الأسبانية كشفت كواليس تلك المفاوضات موضحة أن المسؤولين السعوديين توصلوا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للجلوس معه للتفاوض، لكنه قطع الباب عليهم رافضا نهائيا التفاوض، مقررا تحويلهم إلى خوسي أنخيل مدير التعاقدات في النادي. الصحيفة أوضحت أن مدير التعاقدات في الملكي رفض هو الآخر التفاوض، لكنه أشار للسعوديين إلى الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس والمقدر بمليار يورو. وأكدت صحيفة إس أن البرازيلي لم يرفض العرض بعد، كما أكدت عدة تقارير إنما ينتظر ما ستؤول إليه الأحاديث مع المسؤولين في الأيام القليلة القادمة.